السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتعرف على 7 اعشاب اتعمل عليها دراسات مثبته لها دور فعال في زياده نسبه هرمون الذكور. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. من خلال تخصصي في الغدد الصماء والتغذية العلاجية تناولت هرمون الذكورة في كذا فيديو. اتعرفنا قبل كده على الأغذية اللي بترفع هرمون الذكورة والأطعمة اللي بتقلل هرمون الذكورة والعوامل الصحية وأسلوب الحياة الغير الصحي اللي بيقلل هرمون الذكورة، وتعرفنا على المكملات الطبيعية اللي بتزود هرمون الذكورة بصورة طبيعية. النهاردة مكمل الفيديوهات السابقة. يا ترى إيه هي الأعشاب اللي اتعمل عليها دراسات مثبتة بتساعد على رفع هرمون الذكورة؟ زي ما تعرفنا سابقا في الفيديوهات السابقة، هرمون الذكورة بيسمى بوقود الرجال لأن هو له دور فعال في بناء الكتلة العضلية والعظمية بالنسبة للرجال، له دور فعال في الرغبة الجنسية والأداء الجنسي بالنسبة للرجال، له دور فعال في إنتاج الحيوانات المنوية وكفاءة الحيوانات المنوية، له دور فعال في إنتاج كرات الدم أو خلايا الدم. طيب ايه هي بقى 7 اعشاب؟ اول عشبه واتعمل عليها دراسات كتيره قوي ورخيصه وموجوده في كل بيت، الزنجبيل. الزنجبيل اتعمل عليه دراسات كتيره قوي تثبت ان هو له دور فعال في زياده نسبه هرمون الذكوره، لانه بيحتوي على مضادات اكسده ومضادات التهاب، بيحتوي على ماده اسمها الجينجرول. الماده دي لها دور فعال في رفع هرمون الذكوره. وتم عمل دراسه على 75 رجل، تم إعطائهم الزنجبيل يوميا لمدة 3 شهور، وبعد 3 شهور لاحظوا زيادة نسبة هرمون الذكورة بنسبة 17%. 17% نسبة كبيرة مش قليلة. الحاجة الجميلة بقى أيضا إن الزنجبيل مضاد التهاب، مضاد أكسدة قوي كما ذكرت، فبيشيل التهابات من الجسم كله وبيحمينا من الجلطات وبيحمينا من كل الأمراض المزمنة وبيساعد في علاج كل الأمراض المزمنة. الزنجبيل حلو قوي نشربه كمشروب. ممكن نشربه الزنجبيل الطازج، 2 شريحة من الزنجبيل، نضيف لها كوباية مية مغلية ونغطيها 5 دقايق ونشربها، أو الزنجبيل الجاف، معلقة صغيرة من الزنجبيل الجاف نضيف لها كوباية مية مغلية ونغطيها ونشربها، أو نتناول مكملات الزنجبيل للناس اللي مش بيحبوا الزنجبيل، أو نضيف الزنجبيل كتوابل للأكل بتاعنا كله. تاني عشبة واتعمل عليها دراسات كتيرة قوي الأشواجندا. أشواجندا من الأعشاب الحلوة قوي واتعمل عليها دراسات كتيرة قوي، وهي لها دور فعال في التغلب على القلق والتوتر والعصبية. طب ليه؟ لأنها بتقلل هرمون الكورتيزول. فأي حد بيحس بقلق وتوتر وعصبية لو شرب الأشواجندا في خلال نص ساعة بيحس بهدوء نفسي. طب بتشتغل إزاي وبتزود هرمون الذكورة؟ بتقلل هرمون الكورتيزول وترفع هرمون اسمه LH اللي هو بيرفع هرمون الذكورة. وتم عمل دراسة على 75 رجل، تم إعطائهم الأشواجندا بانتظام لمدة 3 شهور، لاحظوا بعد 3 شهور ارتفاع نسبة هرمون الذكورة. طيب الحاجة بقى الأخرى، إن الأشواجندا زي ما قلنا إن هي بتساعد على الاسترخاء والهدوء النفسي، فيفضل إن إحنا نتناولها قبل النوم. العشبة الثالثة بقى واتعمل عليها دراسات كتيرة قوي هو الجينسينج. الجينسينج من الأعشاب اللي اتعمل عليها دراسات كتيرة قوي وبتساعد فعلا على رفع وزيادة نسبة هرمون الذكورة، نظرا لاحتوائه على مضادات أكسدة ومضادات التهاب. ومش بس مفيد لرفع هرمون الذكورة، ده مفيد لصحة الجسم كله، مفيد أيضا للذاكرة والتركيز والصحة والنشاط والحيوية ورفع المناعة والحماية من كل الأمراض المزمنة. بس الدراسات كلها بتقول يفضل عدم تناول الجينسينج أكتر من 6 شهور خوفا من حدوث تلف في الكبد. طيب العشبة الأخرى واتعمل عليها دراسات كتيرة قوي وهي الزعفران. الزعفران من كتر ما مهم جدا لرفع هرمون الذكورة بيسمى بفياجرا العرب، من كتر ما هو له دور مهم جدا لرفع هرمون الذكورة، نظرا لاحتوائه على مضادات أكسدة مضادات التهاب، بيرفع هرمون الذكورة بصورة فعالة جدا. وتم عمل دراسة نشرت في مجلة المسالك البولية على 20 رجل. ال20 رجل دول تم إعطائهم الزعفران بمعدل 200 ملغرام يوميا لمدة 10 أيام، وفي اليوم 11 تم إعطائهم 400 ملغرام من الزعفران. لاحظوا زيادة ملحوظة في هرمون الذكورة، والناس دول كان عندهم عقم، ده يبين قد ايه ان هو بيساعد على رفع هرمون الذكورة.
بالنسبة للزعفران أنا تناولته في فيديوهات سابقة وتعرفنا على حاجة مهمة، تعرفنا الزعفران ده مهم جدا لصحة العين لأنه بيحافظ على كل مكونات العين من التلف. اتعرفنا أيضا الزعفران ده مفيد لصحة الجسم كله، للذكاء والنشاط والتركيز والحماية من الألزهايمر وحماية الجسم كله من الأمراض المزمنة. من ضمن الأعشاب اللي اتعمل عليها دراسات مثبتة أيضا جذور المكة، جذور المكة أو المكة روت، ودي معروفة من زمن قديم أو في علاج ورفع خصوبة الرجال نظرا لأنها لها دور فعال في رفع نسبة هرمون الذكورة. وتم عمل دراسات كتيرة قوي، منها دراسة تمت على 10 رجال تم إعطائهم 3 جرام من جذور المكة روت يوميا لمدة 3 شهور، ولاحظوا بعد 3 شهور زيادة نسبة هرمون الذكورة. ده يبين قد إيه المكة روت لها دور فعال فعلا في رفع هرمون الذكورة. العشبة الأخرى اللي اتعمل عليها دراسات كتيرة قوي وأثبتت إن هي لها دور فعال في رفع هرمون الذكورة القرفة. القرفة نظرا لاحتوائها على مضادات أكسدة ومضادات التهاب لها دور فعال فعلا في رفع هرمون الذكورة، وتناولت القرفة في فيديو سابق وعرفنا إن لها دور فعال في زيادة حساسية الإنسولين في الدم، مفيدة جدا لمرضى السكر، مفيدة جدا لمرضى مقاومة الإنسولين، مفيدة جدا لمرضى الكبد الدهني، مفيدة جدا لمرضى الدهون في الدم، مفيدة جدا لمرضى السمنة. عشان كده مهم جدا القرفة دي من الحاجات الحلوة اللي نحرص عليها. وقت ما أنا ذكرت الفيديو ده نوهت على أن نحرص على تناول القرفة السيلانية أو السيلون حفاظا على صحة الكبد. القرفة السيلانية أو السيلون مش متوفرة كتير، فالمتوفر دلوقتي هي القرفة الصينية. بالنسبة للقرفة الصينية لو احنا مفيش قدامنا غيرها ان احنا نتناولها، نتناول نص معلقة صغيرة مرتين يوميا، نص معلقة صغيرة نضيف لها كوباية مية مغلية ونغطيها 5 دقائق ونشربها مرتين يوميا قبل الأكل، منكترش عن كده حفاظا على صحة الكبد. أيضا من الحاجات الحلوة قوي وتعمل عليها دراسات كتير قوي يعتبر صيدلية كاملة متكاملة وهو الثوم. الثوم من الحاجات الرائعة قوي نازل احتوائه على مضادات أكسدة ومضادات التهاب، يحتوي على مادة الأليسين. الثوم من الحاجات الحلوة قوي اللي كل الدراسات أثبتت أنه هو بيرفع وبيزود هرمون الذكورة بصورة طبيعية، بالإضافة إلى أنه هو له دور فعال في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه هو له دور فعال في تخفيض الضغط، بالإضافة إلى أنه هو له دور فعال في رفع المناعة والحماية من السرطان والأمراض المزمنة. الخلاصة إيه؟ الأعشاب دي حلوة جدا وتعمل عليها دراسات مثبتة وليها دور فعال فعلا في رفع وزيادة هرمون الذكورة، بس ده مع ما ذكرت سابقا، مع الأغذية اللي بتساعد على رفع هرمون الذكورة، مع تجنب الأطعمة اللي بتقلل هرمون الذكورة، مع أسلوب حياة صحي يساعد على رفع هرمون الذكورة، بتجنب التدخين، تجنب القلق والتوتر على قد ما يقدر، النوم بصورة كافية، مع المكملات الغذائية اللي أنا ذكرتها في فيديو سابق اللي هي بتساعد على رفع هرمون الذكورة بصورة طبيعية، مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.